كثيرة هي نقاط التلاقي بين الورقة الاقتصادية والإصلاحية للحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نقاط أعيدت بلورتها ومناقشة أهمها في زيارة وفد من اللقاء الديمقراطي إلى المجلس، حيث ركز نواب اللقاء على ضرورة العمل على ثلاث نقاط رئيسية هي إصلاح قطاع الكهرباء، إطلاق يد الهيئات الرقابية، وتسوية الأملاك البحرية. عدنا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة وتقديم المقترحات الإضافية إلى المجلس، وطلبنا من المجلس ومن مكوناته حث الجميع على البدء سريعا في تبني وتطبيق تلك الإصلاحات. الوقت يداهمنا، المركب يغرق بركابه والأزمة تستفحل، وما زال البعض في لبنان يناقش جنس الملائكة بكل أسف. أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي نوهوا بفعالية اللقاء الديمقراطي من خلال تفاعله مع قضايا الناس وجهوده التي يبذلها في محاربة الفساد ومحاولة إصلاح الوضع الاقتصادي، إلا أن العقدة في تحويل الأفكار إلى وقائع تبقى في مكان واحد. كل الكلام اللي يقال يترجم في أولا بدايته بتشكيل الحكومة. إن شاء الله نحن نتطلع إلى تشكيل الحكومة قريبا جدا، عم نحكي بساعات وأيام. هيدا بتعطي دفع جديد، بيعطي حيوية جديدة للبلد. نحن بهمنا ما بعد تشكيل الحكومة، بهمنا الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع الإصلاح أنه يكون هو على أولوية كل اللبنانيين. هذه الحكومة هي كمان حكومة استعادة الثقة. اللقاء فتح نافذة جديدة على إمكانية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأعطى أملا بأن لا يضيع حق وراءه مطالب.